مجلس إدارة من ساعة ما أخذ قرار بتعاقد مع جهاز فني جديد وهو في انعقاد دائم لغاية ما وصلنا القرار بأن كابتن حمد يكون هو المدير الفني. وهو مش غريب عن النادي، هو ابن من أبناء النادي، لعب في النادي الإسماعيلي ودرب أكتر من مرة مدرب عام ومساعد مدرب عام، ومع والسنة اللي فاتت مع كابتن إيهاب وقد يمكن 5 مباريات لوحده. كان كابتن إيهاب مريض، فيعني هو مش غريب وهو عارف اللعيبة كويس، وأنا عارف شخصية الكابتن حمد وعارف إن شاء الله الفترة الجاية هتكون فترة كويسة مع كابتن حمد إن شاء الله. احنا بنستمد طبعا خطتنا كلها من اسم الإسماعيلي الكبير وجماهيريته العظيمة، أحد 3 أضلاع في الكرة المصرية، الزمالك والأهلي والإسماعيلي. طبعا اسم وتاريخ كبير لا يليق المكان اللي هو موجود فيها النادي الإسماعيلي، فطبعا رقم واحد فريق طبعا بيعاني فترة طويلة من عدم الفوز رغم النتائج الجيدة اللي كانت في كأس الرابطة. الفريق محتاج إعداد نفسي، تأهيل اللعيبة بشكل نفسي كويس قوي عشان نستعيد ثقة اللعيبة في أنفسهم. اللعيبة لو رجعت لها الثقة مع أول فوز هتبتدي تعود الثقة ليها تاني بشكل كبير جدا. فإحنا الفترة دي بنركز على الجوانب النفسية وبعض الجوانب التكتيكية اللي ممكن ننفذها بكرة لمباراة الجونة. النهاردة كان في تسليم وتسلم ما بين أبناء الإسماعيلي، وهنا أنا بشكر الكابتن أشرف خضر الحقيقة، شخصية محترمة جدا، جه وقابلنا وقعد يتكلم معانا وادانا تقرير وافي عن الفريق وحضر المؤتمر الصحفي، وده إن دل على شيء يدل إن الإسماعيلي غني بأبنائه. شرف لينا يكون موجود ده مسار دخل النادي الإسماعيلي في أي منصب تحت، أنا ابن من أبناء النادي وده شرف لأي حد يكون متواجد في النادي الاسماعيلي. بشكر مجلس اداره النادي الاسماعيلي وكابتن حمد ابراهيم اللي ان شاء الله يكون عنده حسن ظن، وانا سعيد جدا ان انا اكون جزء من منظومه الكابتن حمد في الجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعدي بالفريق لبر الامان ان شاء الله.